يوحنا 9. وفين هو معدي شاف إنسان أعمى من يوم ما تولد، فسألوا تلاميذه قالوا له: يا معلم، مين غلط، ده ولا أبوه أمه عشان يتولد أعمى؟ جاوب يسوع: لا ده غلط ولا أبوه أمه، لكن عشان تبان فيه أعمال الله. مفروض أني أعمل أعمال اللي بعتني مدام نهار، هيجي ليل لما محدش هيقدر يشتغل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال ده وتف على الأرض وعمل من التف طين ودهن بالطين عينين الأعمى، وقال له: روح اغسل نفسك في بركة سلوام، اللي معناها رسول. فراح وغسل نفسه وجه مفتح. فالجيران واللي كانوا بيشوفوه قبل كده انه كان أعمى قالوا: مش ده هو اللي كان بيقعد ويشحت؟ ناس تانية قالت: ده هو، وغيرهم قالوا انه يشبهه. واما هو فقال: انا بقى هو. فقالوا له: ازاي عينيك فتحت؟ جاوب ده وقال: انسان بيقولوا له يسوع عمل طين ودهن عينيا وقال لي روح لبركة سلوام واغسل نفسك. فرحت وغسلت نفسي فشفت. فقالوا له: فين ده؟ قال: معرفش. فجمل الفريسيين باللي كان قبل كده اعمى وكان سبت لما عمل يسوع الطين وفتح عينيه. فسألوا الفريسيين كمان: ازاي شاف؟ فقال لهم: حطوا طين على عليا وغسلت نفسي وديني بشوف. فقال ناس من الفريسيين: الانسان ده مش من الله لانه ما بيحافظش على السبت. ناس تاني قالوا: ازاي يقدر انسان خاطي انه يعمل معجزات زي دي؟ وكان بينهم انقسام. قالوا تاني للاعمى: بتقول ايه انت عنه ما دام فتح عينيك؟ فقال: ده نبي. فما صدقش اليهود عنه انه كان اعمى ففتح، لحد ما بعته لابو ام اللي فتح. فسالوهم وقالوا: ده يبقى ابنكم اللي بتقولوا انه اتولد اعمى؟ امال ازاي بيشوف دلوقتي؟ جاوبهم ابوه وامه وقالوا: نعرف ان ده ابننا وانه اتولد اعمى، اما ازاي بيشوف دلوقتي فما نعرفش، ولا مين فتح عينيه فما نعرفش، هو سنه كبير اسالوه وهو يتكلم عن نفسه. قال ابوه وامه ده عشان كانوا خايفين من اليهود، لان اليهود كانوا خدوا عهد انه لو اعترف حد بانه المسيح رح يطلع بره المجمع. عشان كده قال ابوه وامه انه سنه كبير اسالوه. فنادوا تاني على الانسان اللي كان اعمى وقالوا له: ادي مجد لله، احنا عارفين ان الانسان ده خاطي. فجاوبهم ده وقال: بقى هو خاطي؟ معرفش، لكن اعرف حاجة واحدة، اني كنت اعمى ودلوقتي بشوف. فقالوا له تاني: عمل معاك ايه؟ ازاي فتح عينيك؟ جاوبهم: ما قلت لكم ما سمعتوش، ليه عايزين تسمعوا تاني؟ تكونوش انتوا عايزين تبقوا تلاميذ ليه؟ فشتموه وقالوا: انت تلميذ ده؟ اما احنا فاحنا تلاميذ موسى، احنا نعرف ان موسى الله كلمه، اما ده فما نعرفش هو منين. جاوب الرجل وقال لهم: اما ده عجيب، انتوا ما تعرفوش هو منين وهو فتح عينيا، واحنا نعرف ان الله ما بيسمعش الخطاة، ولكن لو كان حد يخاف الله ويعمل ارادته فده هيسمع له. من اول جيل للنهاردة ما تسمعش ان حد فتح عينين واحد اتولد اعمى، لو ما كانش ده من الله ما كانش قدر يعمل حاجة. جاوبوا وقالوا له: في الخطايا اتولدت انت كلك على بعضك وانت هتعلمنا؟ وقاموا طلعوه برا. فسمع يسوع انهم خرجوه برا فلقاه وقال له: تآمن بابن الله؟ جاوب ده وقال: مين هو يا سيد عشان آمن بيه؟ قام قال له يسوع: اديك شفته، واللي بيتكلم معاك يبقى هو بنفسه. فقال له: آمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: عشان حكم جيت انا للعالم ده، لاجل ما يشوف اللي ما بيشوفوش ويعمل اللي بيشوفه. فسمع ده اللي كانوا معاه من الفريسيين وقالوا له: نكونش احنا كمان عمي؟ قال لهم يسوع: لو كنت عمي ما كانش يبقى عليكم خطيه، ولكن دلوقتي بتقولوا اننا بنشوف فخطيتكم قاعده.